مرحبا بكم مساء مشاهدينا الكرام، بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لكي كما تعرفون فيه عدة فقرات. لهنا بدؤوا نحن وانتم فقرتنا الأولى بالبرنامج وهي فقرة قضية بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم وسهلا في فقرتنا الأولى للبرنامج اللي هي فقرة قضية. قضيتنا اليوم اللي هي تعود عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعانا النقاش هذا الموضوع علي حيدرة والإسحاق مدير الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية والظهور والأسرة. مرحبا بكم وسهلا الأستاذ علي. بداية نختار ونتكلم عن شنو هو تعريف الشخص المعاق، ياك ندخلوا شو تفاصيل الموضوع أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبيه الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشكر التلفزة الوطنية للاستضافة نتيجة لهذا الموضوع مهم جدا، لأن يعني شريحة مهمة من المجتمع، شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة. نقول بتعريف مبسط، لأن الإعاقة والله شخص معاق، والشخص اللي عنده نقص في قدراته، نقص قد يكون جزئي أو نقص كلي في قدراته الذهنية الجسمية والعقلية والبصرية والسمعية، وبالتالي هذا الشخص هذا النقص يأثر على حياته في المجتمع، وما هو قاعد يتكيف مع البيئة اللي هو منها، وبالتالي لا يحتاج انه تكيف له البيئة الأرضية، ياك انه قد يندمج في المجتمع، قد ذاك النقص يكمله بتهيئة البيئة له هو. هذا هو كتعريف مبسط. ندرس من هي أهم أنواع الإعاقة؟ الإعاقات على أشكال، هم الإعاقات الحركية، فيها أشكال من الإعاقات، داخلة فيها كثير من الإعاقات، فيها الشلل، فيها الإعاقة متعددة، فيها الناس اللي شخص يعود عنده عضو نقص، عضو مثلا مقطوع، مثلا هم قدر داخل فيها قدر من الإعاقة. هي غير هم الإعاقة، الإعاقة البصرية تعني مثلا شخص الكفيف، والله شخص اللي عنده نقص في الشوف، ما هو شواف زاد، والله الإعاقة السمعية، حد شخص أصم أو ما هو سمع، وهم الإعاقات الذهنية اللي داخلة فيها متلازم داون، وهم توحد، إعاقة جديدة ظهرت في المجتمع وهي زاد داخلة في الإعاقات، وهم داخلة في الإعاقة الذهنية. المنظرة بالنسبة لكم كيفية التعامل مع كل نوعية من الإعاقة وحدها؟ يلا تعود شنبتها. بالنسبة للمعاملة معهم، كل نوع من أنواع الإعاقات احتاج أخصائيين عندهم متخصصين في المجال، لأنهم هما فيهم شكل منهم كي الإعاقة الذهنية، كي التوحد، هذا عندهم شيء خاص، برامج خاصة، متخصصين هم يحتاج ذيك المتخصصين عناية مركزة خاصة والمتابعة خاصة، لأن عندهم ظروف خاصة، ما ممكن الإعاقات الأخرى حتى قال الإعاقة الحركية هي ما تحتاج الكثير ملاقي، قد يقرأ قد يندمج بسهولة، غير هو زادهم طريقة المعاملة، لأن وهم عندنا الإعاقة البصرية، هم اللي عندهم طريقة يقرأوا بها لغة طريقة براي، كتابة البراي، وهم اللي الإعاقة السمعية عندهم اللي قالوا لغة الإشارة، احتاجوا واحدين مكونين مجال لغة الإشارة، ياكي قدو يوصلوا لهم الخطاب، قدو قرروهم، ياكي قدو يتواصلوا مع المجتمع. يا قير، بالنسبة لك حسب احتكاكك بهذه الشريحة من المجتمع، من درى طريقة سليمة يلا يتبعوا الأسر بالتعامل مع أولادهم، ياكي يتقدموا، يقدو يتعلموا، يقدو يدخلوا في مختلف نشاطات الحياة،
اللي تفرض على كل شخص انه يلا ينسجم معه؟ جيد، سؤال جيد. نقول على ان يجب ان الاسر يعودوا قريبين من منهم، عنده شيء معاق يعود قريب منه. يعودوا ما اللي ذا في نفس الوقت اللي نحن اصلا كمجتمع نعرف انه يعود عند اسره معينه عندها شخص معاق دائما يعود لها معره وتم تقافل عليه اللوره ولا تختار تجيب شد اخباره وقاع لا يعود عندها ما اكبر من قدو حتى انها شد راح حدك اخر اخباره تشوف بوجودها انها ما هناك. ذاك جيد. يقول هذا كامل لا نتيجة قلت الوعي، قلت تحسيس، وقلت معرفة شخص معاق. لأن كيف تقول شخص معاق؟ لأن أنت كيف له البيئة؟ منين أعطى له شيء يتحرك عليه؟ منين أعطى له جهاز هو إعاقة بصرية؟ لأنه أغلب معنا وعيه الإعاقة اللي عنده يقدر يعيش، يعيش في المجتمع كأفراد السليمة من المجتمع، ما عنده أي مشكلة. وهذا يقول لا يحتاج كيف قلت قبيل أنه ما يندار اللورا، وانه يندار في القدام الواجهه، وانه يخلق اتصال بهذه المؤسسات والله المراكز اللي متخصصه في تعليمهم تكوينهم تربيتهم ويتنظموا لا باس على شكل اباء تلاميذ. لماذا ما يعودوا باتصال؟ ياك يعودوا يتابعوا تربيه هؤلاء الاولاد والله البنات وقرايتهم وطريقه المعامله معهم. يحتاج يتقربوا للإدارة ويتقربوا لهذه المؤسسات اللي مثلا معنية بهذا الموضوع. ويحتاج هم اللي انهم يعرفوا عنه يصير معاق عنده حقوق. ولان كثير مثلا على سبيل المثال يجونا يدوروا خدمات يغير لاحظوا على ما عدلوا الحالة المدنية. يعود الوالد والام عندهم كلهم عنده حالته المدنية ما عنده مشكلة تامة. لكن الشيء هو الضحيه، هو الحويط القصير، هو اللي كل شيء، هو اللي كنت قلته ما معطي له عنايه وما مرجو منه انه يقدر. وهذا العكس. احنا شفنا اطفال معوقين نجحوا حياتهم نتيجه للمنتجين في المجتمع، تعاطي معاهم المجتمع، التعاطي الايجابي لاسرهم، يبقوهم الحنانة شارهم هكذا، وبالتالي هذا يساعدهم من ترى حسب شن هي أهم السياسات اللي مبارك معاها في مجال متابعة من طرفكم أنتم كإدارة للأشخاص ذوي الإعاقة؟ لأن سياسات أهم السياسات اللي عند قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة مجال الإعاقة عندنا الخطة الخمسية 2016-2020 اللي تم اعتماده من طرف الحكومه، واللي كانوا في قدر من البرامج والانشطه اللي متعلقه بعده مجالات، مجال التعليم، مجال الولوج، مجال الصحه، مجال التكوين المهني، مجال حتى المشاركه السياسيه، مجال التوظيف، هم قدر من الامور البرامج كان داخله في هاي الخطه الخمسيه. واللي هي المشاركه ما هي داخله بالولوج؟ يعني الولوج هم الولوج بصفه عامه، الولوج الى المرافق العموميه، الولوج الى 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 الى, إلى, إلى, إلى المباني، الى المباني، الولوج كذلك الى الحقوق. غير هم اللي قالوا المشاركه، لا نوع من الولوج للقرار مثلا للمؤسسات العموميه. هما عندهم فيه نقص كمثال مشاركه المراه، مشاركه السياسيه. هما اللي في هذا الاطار اختاروا هاي المشاركه، لاحظوا على انها ضعيفه جدا، كانت ما هي خالقه قاع. وبالتالي هاي الخطه الخمسيه فيها كيف قلت لكم هاي البرامج وفيها قدر من الانشطه. والان كان البرنامج كان توفى 2020، هاي الخطه توفى 2020. والان نقدر شوي نسلط الضوء على النقطه المتعلقه بالتعليم. من ترى ذي الخطه الجانب المتعلق بالتعليم ايش تحقق فيه للاشخاص ذوي الاعاقه؟ جيد. كنقاط 1 2 3 كذا كذا في اطار هاي الخطه. نقول عن التعليم خلقوا فيها اقتراحات برامج تكوينيه، تكوين المتخصصين، ودمج بنود
مجال تعليم التخصص في مدارس تعليم، مدارس الوطنية للتعليم. وهذا إن كان ما فات تحقق طريقة ملموسة، نقول عن تم إنجاز كبير هذه السنة لإنشاء المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي. أيوة. وهذه المدرسة من أهم عملها والله أهدافها، لأنها تكون مكونين في مجال تعليم متخصص. ومن نقول تعليم متخصص، داخل فيه تعليم أطفال ذوي الإعاقة، وبالتالي فيها أنواع حسب أنواع الإعاقات. معناها لا يعودوا هم مكونين، لا يكونوا أطفال التوحد، ولا يكونوا أطفال الإعاقة البصرية، ولا يكونوا الإعاقة السمعية. إذا لا يعودوا هم كذلك أساتذة في مجالات أخرى اللي متعلقة بشؤون اجتماعية. بعض الأشخاص يقولوا عن هذا المركز اللي هنا تياها في الميناء، أنه يلا يعود حد في الداخل على الأقل يعود متوفر له مركز في مختلف ولايات الوطن، به اللي الأشخاص المعاقين في الداخل ما يجبروا حقوقهم ولا تركتهم صغيرين، ما هم جابرين بل منين يقروا ومنين يدخل منهم يشير في المدرسة العادية مع أصحابه، دائما يرجع ويقعد بعد نهار ولا اثنين، به اللي يجبر ياسر من المضايقة من طرف الطلاب الآخرين العادي. في ذي النقطة بالتحديد شنو هي السياسة اللي قابضة إدارة؟ جيد، فعلا كيد قلتوا في الداخل ما فات لا مركزية بالنسبة للمركز التكوين ودمج الأطفال، هم أطفال المعوقين، ومركز قالوا مركز تكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة. وهذا المركز كان بدأ نهاية 2014 موجب مرسوم. وذا المركز إنين بدأ كان عنده قسم شعبة الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية فقط، هذا هم كانوا يقروا في بدايته. اندعم بوس كثير من وسائل، وبعدين افتح مجال الإعاقة ذهنية والتوحد، خلق التوسيع مركز جديد افتح في الاقصر هون، وقر الإعاقة ذهنية وأطفال التوحد. حتى المركز قاعد بجانب اللي يتعلق بالتكوين الميناء. حق بعد أمولي وكونوا مكونين في مجال الإعاقة ذهنية والتوحد، وكونوا شهر بحرين دور عدل سنتين الله ثلاثة. إذا هذا لا تقدم. هو لا مركزية ما يقد يخلق بطريقة صالحة. إنما بعد قاعد المركز اللي على مستوى المركزي اللي في نواكشو يصبح عنده مختلف تخصصات، غير عنده مكونين، عنده المصادر البشرية الكافية، وبهذا قد يغطي يبدأ بعض الولايات. لكن الآن هم ولايات، بعض الولايات يعودوا فيهم أقسام فتحة، أما تقرية لأطفال الأصم أو أطفال الإعاقة البصرية، هذا فتخلقوا السنة هم برنامج ربما يخلق، نتوقع أنه يخلق هذه السنة قد تخلق توسعة من مركز ربما نواذيب وزويرات. إذن في مجال الإعاقة الذهنية، والله لأن هذا شيئا فشيئا يعقب. دعينا نرجع شوي شور انواع الاعاقات. كنا واحدين في السياسات المتبعه من طرف الاداره. ايوه. دعينا نرجع شوي شور انواع الاعاقات، وتكلمونا شوي عن اكثر انواع الاعاقات الحركيه اللي يجوكم في الاداره. الاعاقات كيف قلت لك، هم هذا اللي قالوا سحاحيف، وهم هذا اللي لاصحاب الشلل. هم الإعاقة متعددة، هذه خالقة أطفال متعددة الإعاقة. ولين نرجع شوي لشور الخطة، الجانب اللي يتعلق منها بالصحة تركم تكلموا عنه. الصحة هم اللي قالوا برمجنا فيها أصلا أن يعطوا كونوا أخصائيين مجال إعادة تأهيل، وأنه مولي يعطوا يكونوا بعض المؤسسات الذين قالوا طريق تواصل مع الأشخاص الأصم.
اللي يتلاقى وياس المشاكل، يجي واحد العدالة مثلا القاضي ما هو قاعد يتفاهم معه، إجبار مشكلة مع الشرطة مع العدماء قاضي ما هو قاعد يتواصل معه، والله يجي الطبيب يجي شخص أصلا ما هو قاعد يعرف يحدد مشكلته الصحية بسبب انه ما هو قاعد يتواصل معه اللي هو لابد من لغة الإشارة، وهذا لابد من يكون فيها. اذا هذا ما اللي يندمج في الجانب الصحي وهم جانب التأمين الصحي، معناه ان بطاقة شخص معه ديك الساعة بداية الخطة البطاقة ما هات خلقت. والمقرر اللي منشئ اللجنة الفنية المكلفة بطاقة شخص معاق ما فات انقباض ذيك الساعة. إذا غير إذا كان المديور في الخطة الخمسية ولله الحمد تحقق منه كيف؟ قلت لك كيف البطاقة؟ بطاقة تحقيق اليوم 2017 خلق انقباض قبل وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك المقرر وشكلت لجنة فنية مكلفة بطاقة شخص معاق. من رأي بطاقة الشخص المعاق؟ شو توفر للشخص المعاق من حقوق بعض النقاط اللي هي كذا جيدة. البطاقة مهمة وأساسية، نقول احنا لأن مثابة هوية شخص معاق كاردان ديتو به اللي القانون العام قانون 2006/043 ينص على يقول على ان البطاقه هي اللي تسمح لشخص معاق بانه يستفاد من حقوقه والمزايا اللي في القانون. اذا هاي البطاقه تنعطى لشخص معاق يقال لابد يعود طالبها هو، وبالتالي لين يحصل عليها لا يقدر يستفاد، تخول له انه يستفاد عده مجال التعليم، تكوين مهني، توظيف، ومجال الصحي، ومجال تأهيل وعاد تأهيل، مجال الاستقلالية، كيف هذه آلة الحركة يعود قد يستفاد منها. إذا هاي البطاقة ضرورية تعود عنده يا غير تحتاج تفعل، والحمد لله هي وفعلت. أيوه. وفعلت في المجال الصحي، مجال واحد من المجالات اللي هي اصلا هي تعود مفعله في مجال النقل ومجالات اخرى. يقال بعد ذلك القضيه انطرحت، يقال ذلك انفعلت في اللي قالوا الولوج الى الصحي الى الصحه بصفه عامه. لان الصحه اهم من كامل، الصحه اهم من النقل واهم من الاخرى، وبالتالي افتح له المجال. هو الشخص المعاق اصلا هذه البطاقه لا يتوفر له كذا وكذا في مجال التعليم، كذا وكذا في مجال الصحه، كذا وكذا في مجال كذا وكذا. جيد، هي شفتي المجالات اللي ذكرتكم بذي الطريقه يقال لابد من تفعيل، لابد من مجال التعليم لابد من تفعل، ياك ينقضوا مقررات في مجال طريقه اعداد الامتحانات مثلا. ايوه. لان يقبع مقرر يعود عاد الامتحان طريقه الامتحانات طريقه سهل وفي قدر من الاجراءات لا تنقبض في اطار هذا المقرر، وبالتالي لا يصبح صفحه البطاقه وفعلت مجال التعليم. ليس به مجال الولوج الى الصحه. قلت لكم على انها وفعلت مجال الصحي. هذا ما معناه الناش، معناه ذلك شخص معاك منين يجبر بطاقه قد يجبر عليه العلاج مجانا. العلاج مجانا. عن طريق التامين الصحي. عاد شخص معاق منين يجبر البطاقه؟ ايوه. يفتح له مجال يطرح ملف للتامين الصحي، معناه انك نعم. هو مثلا الين يجبر البطاقه وهي وفعلت لابد له من يطرح ملف فيها يجبر التامين الصحي. حق بعد بيلي التامين الصحي. نفس التامين الصحي اللي عندنا انا وعند الموظفين بصفه عامه. ايوه. الدوله هي اللي تخلص عنهم ذيك اللوحات والمبالغ اللي تكاليف التامين الصحي. وبالتالي احنا دمجنا البطاقه لان البطاقه هي اللي تخول الحقوق. ما دام شخص ما عنده بطاقه ما يقدر يستفاد من التامين الصحي.
والمجالات الاخرى اللي ما هي المجال الصحي فوق اش لا هي تم تفعيلها؟ تفعيلها بسيط، قطوا عزلوهم لجان، ايوه عدلنا لجان لكل روايه، كل جانب عدلنا له لجنه، ايوه لجنه مع اهل النقل. بالنسبه للبطاقه عدلنا لجنه مع وزاره الصحه، عينونا فنيين وعدلنا معهم لجنه، ايوه وزاره التعليم عاد مولي عدلنا معهم لجان، ايوه وعدلنا محاضر. هذا اللي مطلوب، ذا اللي مطلوب ياك البطاقه تفعل مجال التعليم، وذا اللي مطلوب كذلك بالصحه، ذا اللي مطلوب مجال هكذا. يا غير كي قلت راد مولانا، لان هذا الوباء اللي خلق العام الاول واللي راجين انه ان شاء الله ان شاء الله ينتهي قريب. هذا الوباء اثر حتى على كل الاجتماعات، وبالتالي لان خطاوا شعور نقطه اخرى مهمه، وهي التمويلات اللي تقدم الاداره للاشخاص ذوي الاعاقه. من ترى التمويلات شنو هي طبيعتهم وعلى اي اساس يتم استفاده منهم الاشخاص المعاقين؟ جيد، بالنسبه لهذه المشاريع نقول عنها مشاريع داخله في اطار دمج الاشخاص ذوي الاعاقه في اطار برنامج تعهداتي اللي مستهدف 3800 شخص معاق. ومرحلة الأولى فاتوا نفسه 2020 استفادت 900 شخص معاق، استفاد من التمويلات عبارة عن قروض ميسرة 300 لكل شخص، وما في زيادة. كان من نوعيات من الإعاقة معينة يعطى على أساس هذا ولا لا؟ لا لا ما هم تمييز، احنا لا اي شخص معاق حسب الملفات المطرحه حق بعد. اي شخص معاق يرغب في انه يستفاد يطرح ملف شهر الوزاره، ايوه والملف ينحال لاداره الاشخاص ذوي الاعاقه، وندرس الملف ونخرصوا ظروفه، هو ظروفه معيشه هم عمال وصال مصالح الفنيين اللي يدرسوا هذا ويخرصوا منين يعود الشخص مستعد، لانه هو قرض يعود مستعد يشتغل ويرد ذيك المبالغ، وخاصه مالي المشاريع اللي قدموا جدول مدى جدواية هاي المشاريع. فهمتوا انه تو منين يقدموا ذيك الدراسه مبسطه ويندارو على اللائحه النهائيه، نحيلوها الوزاره تحيلها لمؤسسات قروض اللي مكلفه من طرف الوزاره انها تطلص هذا الرواقيش. تو يستفادوا المشروع ويشتغلوا، يمضوا عندهم مهله 6 اشهر ما يدفعوش، بعد ست ما عند 6 اشهر يبدوا يردوا المبلغ شوي انين يوفوا. ما انا سؤالي عن شنو هي نوعيه الاعاقه اللي تتبع عليها اساسا؟ اكيد قلت لكم ما هي نوعيه محدده. باللي احنا عندنا احنا نخدم جميع الاشخاص ذوي الاعاقه. حتى كان شخص معاق جانا وطرح ملف طلب ومستعد يشتغل ويندمج، الوزاره توفر له. في الاخير نقطة تقدم كلمة للأسر اللي عندها أشخاص معاقة، شنو هي الرسالة اللي تختار توصل لهم من خلال البرنامج؟ تو الرسالة الأساسية ونقول أنا هنا أن إذا كامل يحتاج الصبر، صبر من احنا العمال اللي نشتغلوا في المجال، صبر منه يحتاج صبر من الأسر. وعلى ان خلقوا كثير من التراكمات، ان الاشخاص ذوي الاعاقه ما كان معدل لهم شي فتره معينه، والحمد لله له سنوات قليله جدا بدوا يستفادوا من برامج مفتاح لهم قدر المجالات، و2020 ملك ذلك قدر المجالات. التامين الصحي ما كان خالي، ما كنا له سنوات نتفكروا، لان شخص معاق لا يجبرك نام يتم يداوى كيف الموظفين الاخرين، وذا عقب خلق مشاريع ما كانت خارجه، كانت عباره عن مشاريع 50 60 70 الف 100 الف عاد ترك 300 الف. ومجال التامين الصحي انفتح، مجال الاطفال متعددي الاعاقه اللي كانوا يتكفلوا لا ب 110 منهم على مستوى موريتاني، الحمد لله زادت في السنه ب 300 زايده في اطار برنامج تعهداتي. سابقا تخطاوا نقطه فهمت هي بعض المبالغ اللي يعطاوا للاشخاص المعاقين، من ذوق المبالغ شنو هي طبيعتهم وعلى اي اساس والله كان فهمت هي ملفات ينطرحوا من الطرف؟ احنا بصفه عامه ما اهم شيء نعطاها لابد من عودهم دليل، عودهم ملف تام يدل على الاعاقه ويدل على الطلب، لابد من الطلب.
وندرس الطلبات وحسب معايير، نشتغل حسب معايير موضوعيه. يعني متعددي الاعاقه. متعددي الاعاقه اللي راقبوا ويختاروا ويستفادوا. كيف قلت لك قط ان من 2013 14 عندنا 110 منهم يستفادوا من التحويلات النقديه، 20,000 للشهر طول السنه هي 240,000. وبالتالي هذو قبل هي شهريه ولا بعد شهرين؟ هي شهريه، غير تنعطى لهم بالمرشوط بعدهم، تنعطى لهم كل ثلاث اشهر. ياك يجبروا ستين. يعني انا قط اجبرت واحدين منهم وقالوا لهم ما يجبرون كل شهر. ايه طالبين منهم يجبتهم ويجبرون كل شهر. ايه احنا اخترنا المشروع هذا، اخترنا نعطوهم ثلاث اشهر. ياك هو معطي الطفل متعدد الاعاقه. ياك تطعيمه دواء شوي كوشات. وبالتالي منين لاحظنا حسب زيارات عدنا لاطار المتابعه لنا ياتلهم تقبل المبلغ وديروا في روايه اخرى. الطير قام ما يستفاد من هذا، والله ما يحافظ على نظافته، والله ياكل امور اللي هو معطي. اذا ذيك 60,000 قاعد قد تخصص له هو شيء منه وشي منه العاد لابد له متعدل شوي التجاره والله شيء يساعدها فيه. شكرا جزيلا لكم. اذا بعطي النصائح بصفه عجاله، لانه تو يحتاج الصبر، لان الاسر اللي عندهم اشخاص ذوي الاعاقه خاصه الاطفال، انا اعرفهم عندهم حقوق، انا مسؤولين عنهم مسؤوليه كبيره، ولانه ما يعطهم يفرطوا حقوقهم، يعدلون الحاله المدنيه ويجيبهم للاداره المعنيه، الجمعيات الاتحاديه يدوروا يستقبلوهم ويدوروا يسجلوا، وذيك البرامج لهم يدوروا اللي لا يستفادوا منها مع مرور الوقت ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم الاستاذ علي من حيدره الاسحاق، مدير الاشخاص ذوي الاعاقه بوزاره الشؤون الاجتماعيه والطفوله والاسره، الاجوبه الشافيه والوافيه اللي قدمتونا حول الموضوع. لان نقترموا فرصه انكم معنا ولا تحكوا عننا تقبلونا ان شاء الله. عندنا فقرتنا الاخيره من البرنامج اللي هي فقره التفاعل، لان نرجعكم بعد ذا الفاصل فقرتنا الثانيه من البرنامج. مرحبا بكم وسهلا مشاهدينا الكرام، فقرتنا الثانية من البرنامج اللي هي فقرة أمومة. أمومة اليوم اللي هنتكلموا فيها عن التعامل مع أطفال الولادة الطبيعية، ومعانا الدكتور حمدي والمصطفى أخصائي أمراض الأطفال، نتابعه ونرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، دونك نشكر التلفزيون الوطنية على هذه الفرصة اللي تحتنا اليوم، ياك نتكلموا ونعطوا نصائح وأخبار التعامل مع الأطفال عند الولادة. دونك معروف عن الطفل يعود كان في جو معين اللي هو جو الرحم ولا يخرج ذا العالم الاخر. دونك لابد مجموعه من الامور اللي تتيح له لانه تساعد في الادابتاسيون، معناها ياكل الجو الجاي ويعود يبدا يتعامل معه تدريجيا اللي هو تيتواغ. وهذا اللي نعرفه في امور معينه نعرف انها تابعه لهذه الادابتاسيون، معناها هذه ذاك اللي والتدريجي الوضع التدريجي لين يتاقلم مع الجو اللي جاي. فيه امور معينه مهم للام عنها تعرفها، ومهم للام اللي عنها تعود تعرف بعد قاعد الامور الطبيعيه وتعرف الامور اللي غير طبيعيه اللي الحالات المرضيه اللي انتجها. نتكلم عن اول شيء، اهم شيء طبعا قضيه عن الطفل كان في جو معين بدرجه حراره معينه، معناها يطفلين يخرج عند الولاده لازم نحافظ على درجه حراره متوسطه. ومعروف عن الطفل عن الولاده عن ذرينجال السيستم دو تيرمو ريجلاسيون عنده اللي هو ضبط درجه الحراره عنده، مازال ما فات عاد ناضج حتى، وبالتالي يتاثر بالبروده ويتاثر بالحراره. دونك لين نشوفوا على عنه لين نديروا في جو بارد حتى لا يبدا يخضر اليدين يبدا الفم يخضر، هذه الامور نعرفوا عنها تعود جاته حالا امور طبيعيه. حتى كاع بعض الاحيان نشوفه ينين شوي، هذا عند الاخلاق الايام الاولى، هذا ذي النوع الحالات الاغلب اللي ندفوا الطفيل وهذا تمشي عنه. ونعرف عن الطفل الحراره البروده تجي اساسا من عند الاطراف، دونك اللباس يعطوا اليدين ملبسين، يعطوا الكرعي ملبسين، وايضا يعطوا عنده بونه مديوله على الراس. هذه الامور هذه البليدات هي اللي يدخل منها البروده. ونعرف هم اللي عن، وفي بعض التقاليد مثلا تقول على عن الطفيل اللي مازال صغير ويدفى حتى، هذه هم اللي كثرت هاي التدفئه تؤدي لارتفاع درجه الحراره،
دونك تشوف على الاطفال عند درجه حراره 39-40 ناتجه عنا ناتجه اللي عنا زدنا هذا زدنا التغطيه. بالتالي التغطيه متوسطه. الامور الاخرى قضيه الرضاعه. طبعا اهم شيء في رضاعه الطفل عن تعود رضاعه الام حليب الام دونك 100% هذا اللي تمامه اكسكلوسيف 100% رضاعه الام والتنظيمها هو في الايام الاولى ما يقبض الكميه الكافيه لمده سواع يعني نشوف عنه لازم له يعدل الرضاعه من كل ساعتين الى 3 سواع دونك لازم يتم يواعى من كل ساعتين من كل 3 سواع تنعطى له رضاعة. وطبعا نعرف عن هذا الحليب عنده مجموعه من الامور اللي تزيده منها كثره الرضاعه معناها دوام يتم كل ساعتين ينعطى له تنعطى له هذا يعطى له رضاعه هذا يحفز هذا على عن حليب الام بعد قاع عن انتاج حليب الام يحفز عليها. قضيه النوم عنه هذا عنه الطفل نعرفه عنه في الايام الاولى عنده ساعات نوم طويله يعني شو ل 12 ساعه حتى فوق 19 ساعه دونك لازم يتم يواعى عند 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 هذا الرضاعه لين يعود له تخلق وقت الرضاعه يعود عند عند خروج الطفل من 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 المستشفى له تنعطى فهم مجموعه توصيات منها متعلق بقطرات العين منها متعلق بالفيتامين ك هذه اوبليغاتوار لابد منها ومنها يتعلق بالسرعه. على كل حال نعرف عن بالنسبه للقطرات اللي يشوف العين اللي هو قطرات العين هذه نعطوه منها جرعه وقايه وجرعه وقايه عاده كافي منها قطره كل مره مره واحده كافيه. البعض يعدل جرعه هذا جرعه الدواء اللي يعدلها 3 مرات لمده 5 ايام. على كل حال كلهم صالحه جرعه وقايه كافيه وبعض هذا بعض الاحيان يعطوا جرعه الاخرى اللي لمده 5 ايام وما في شيء. السره ما تمتص. ضرك اللي عاد يعدل عنها تخلى تماما ما يعدلها اي شيء ما تحتاج عنها هذا يندلها معقم ولا يندلها شيء هي لا يتم تشيبس الى تطيح وحدها دونك تطيح عاده في الاسبوع الثاني وتطيح لين يفوت تطيح عيات بل هي يبقى فيه شوي من الدم ولا يبقى عيات تبقى فيهم شوي كذا لو فهم تبقى ورا طيح ذاك يداوى عاق ذاك سينو طيح عاجي ما يعدل اي شيء دونك الصرة ما تحتاج شيء. قطرات العينين كافي منهم مره واحده حسب توصية الطبيب فيه اللي يعطيكم جرعة واحدة وقائية وفيهم اللي يعطي جرعة دواء مدة 5 ايام. فهم فيتامين ك لا بد منه لانه معروف عنه الجسم الطفل عنده نسبه قليله وحليب الام عنه ما هو فيها بالتالي لازم له هذا ينعطى له فيتا هذا جرعات من فيتامين ك. البعض هم اللي ينعطى جرعات من فيتامين دي ما تخسرش دونك بريفانتيف دونك هذه الامور عاده ما كثر الادويه المضادات الحيويه نهائيا ما يحتاج لهم دونك ما في اي مضادات حيويه ما يحتاج لهم نهائيا. مرحبا بكم وسهلا مشاهدينا الكرام فقرتنا الثالثة من البرنامج اللي هي فقرة قصة نجاح. قصة نجاح اليوم اللي نسلطوا فيها الضوء على مشروع من المشاريع اللي في حلقاتنا الماضين نسلطوا عليهم الضوء تابعوها ونرجعوا بعد بإذن الله. عندي العيال عندي أسرة عيال ما شاء الله نجري لي وأنا صاحب السباط صيبته كامل عندي تركيا قراوها ونين عدت نشاط في البوتين سابق النشاط حال ضعيف بيدي ترك والدهم ما يشتغل حكما لا كان يشتغل ما شاء الله وذا قال عقب عاد ما تلي يشتغل بيدي عدت معيت الأسرة تو
كل شيء مولي نعدلو كل شيء نتشبشب فيه يعني ما بيع عن شيء يعني كامل اللي قد شيء كامل حاضنا به التركة كياتهم وقرايتهم حصلنا عليه بجمعية من طرف الرئيس جمعية تكتل النساء ذي عاقة فيها 300 زايدة من العليات من كل سنة يقبلوا مرتين وتو ولباس دارين معاهم ولي المكاين نهيشوهم نجبر منهم شيء وقت الناس مهيشوا ودارين مولي في هذا والملاحف لين يعود كي دارك عندي كوماند كي دارك يشوف وحدات عندهم مناسبة عندهم كوماند يدوروا نقبل أنا ونشري أنا ذاك اللي يدوروا هم ونخيطوا الخياطة اللي يدوروا ونبيعها لهم خارج مولي عندنا ذاك الماكينة البيضاء كيف ذيك كف الملاحف هذا كف الملاحف 200 وقية عود وحدات عندهم ملاحف ليه يشوهم كفهم لين عود كثرة قاي جايب نحن الخنطي دورنا خيطوه له عندنا احنا شي متوافقين معاه خيطوه له لين عود رقاش كيد روالي رتيه والله كيف هذا مودي ذاك مودي عندنا مودي شي نعدلوه له مهيشين منه مرة مدخوله زين في زمن العياد وهذا عود ما عنده مشكلة ومرة زمن مناسبات وقتهم قريب ما شاء الله ما عنده مشكلة وقت ما ذاك هو حال التجارة مرة خارج ومرة ما هو خارج مشكلته الوحيدة لا وقت البيع ما هو خارج يعودوا يعودوا هالمحل يدوروا كي أفانسهم ذاك واحد ودي نجبروه من الصعوبات والخاطمة ذاك ما شاء الله داعيت نمشي نعدل أنا شغلة عندي أنا وكي حد يدون نعدلوا رواية والله نساعده في رواية شوفوا عندي منه مدخول نعدلوا يسوى لي شنو هو في الربح في ما شاء الله الربح اللي التجارة ما في شيء يتعدل ما شاء الله ما جبرت منه قليل والله كثير قول مزياتي عن الإعاقة ما إعاقة الإعاقة بيدي إنسان ما خارج حد ما هو معاق حتى لعد حد ما كان معاق دور عود يعقب يتطرع الإعاقة بيدي أنا هاي ما خلقت معاقة ها بيصلم بي الدق يلا حد كل شيء تقد تعدلوا عدلوا من نشاطي سلكك من الطلبة سلكك من الطليب الصدق وسلكك من يشوفك رجاي يشك إنك ليش أوعده أنا مولانا أنا طاني عقل طاني عينين طاني كرعين طاني أيجين طاني فهم نهيشي فيه ذا عني أي شيء نقدر نعدله نعدله ما قديت نخيط نقدر نبيع الحموم نقدر نبيع طابلة نطرحها يعملها اللي هذه اللي تترك يشرو منها 5 و10 ما أنا كي تشري سوق 100 ما أجبرت عليها 10 رقية ما أنا كي تشري 200 ما أجبرت 20 ذاك شوي شوي لا قطرة قطرة يصير الواد ما أنا كي تعدلو ما تميت كل شيء جابرو كل شيء قانك إذا جاك الشير قد تسكتو بيدك انت عندك شيء ذوكم عدلوا فيه سالك من فلانه شفته هوك واقف تطلب الصدقه والله فلانه شفته هوك تطلب فلان ذاك والله فلانه خوك اليوم ولد بكل ما لا طاك اليوم لا يعطيك تضحى يضحك ويلعب غير الصبح هو مولي عنده شيء ومولي واحد فيه عنده وشي شيء عود ما يبقى يكرد عنك ولا يبقى يعطيك صبحت انت هون عاد عتر هون عايا ما نعدلها ولا نواسيها نمشي نشتغل انا راسي نفتر انا اياك ايش ياك صبح لنا الاخر جاء يعود قاع هم اللي يجوني انا يدوروا عندي بدل نعود انا نجيهم وندور عندهم مرحبا بكم وسهلا مشاهدينا الكرام بداية فقرتنا الثالثة في البرنامج اللي هي فقرة مطبخ نتابعوها ونرجع لكم بعدها بإذن الله
مرحبا بكم وسهلا مشاهداتي الكريمات، ان شاء الله تعودوا للوجبه قاعدين تطبقوها في الدار. ولهنا بقاو مع فقرتنا الرابعه في البرنامج اللي هي فقره جمالوكي، تابعوها ونرجعوا بعدها باذن الله. اليوم نتكلم لكم عن الطريقه اللي تعدلي بها قماش الرجل الداخلي كامل، الزناد الداخلي كامل قاعد يتوصل الى قاج راسه، خصوصا في الفتره بيه اللي فتره البرد وفتره المعرضه لديك القشره اللي تعود على الجلد اللي نقولوا احنا البيضان المشق. القماش يتكون من القهوه اللي هي كافه العاديه، تقدر تقبض الكافه الساشي هذه اللي زايده نقيه عند البوتيك، والزيت اي زيت تحسي بعد انه اللي يوافق جلدك ولا عندك فيه عندك معاه اي مشكله. انا اليوم عدل لكم زيت كوكو، زيت كوكو نحس بعد انه يشبه هو للجلد من الزيوت الاخرين. تقبل الكميه الكافيه للجلد كامل، هاكا اللي نقدر لكم انا تو متي تقبل الكميه تعرفي على انها كافيتك بصفة عامة. شوفي هي تعود بديها بالطريقة اللي هي تعود كأنها مجانسة شوي، ما هي زايبة سايلة حتى مايعة كأنها راهم ولي مكلصة حتى. شوف اللي تقبضيها اللي ديريها على بلاصة كامل اللي تبقى الكوماجيها اللي تم تعدلي الكوماج بالسيف بالطريقة هي اللي تبقى تم تعدلي بصيف مدة 10 دقائق. الجل الداخل موكيفة الوجه ما تقدري تطولي عليه التقشير به اللي بشرته حساسه وضعيفه ولا كل شيء تحمله. الجلد الداخلي كل شيء يحمله ما قادره. انتم مرحبا بكم، الصحه والعافيه يا رب. مرحبا بكم وسهلا مشاهداتي الكريمات في فقرتنا الاخيره من البرنامج اللي هي فقره تفاعل. فقره تفاعل اللي طرحنا فيها السؤال في حلقتنا الماضيه، وكان السؤال هو مكونات ماسك اللي كان في فقره جمالوكي، وطالبه من المشاهدات انهم يتفاعلوا اكثر بين التفاعل الاسبوع مع دكتور كثرة حتى يقر بعد لاهين اعلنوا عن فائزتين من الفائزات اللي جاوبونا على السؤال، ولاهين اطلبوا من ضيفنا الكريم انه يقبل لنا أرقام وأسماء الصيدات اللي تفاعلوا معنا في البرنامج. تقبلنا طاقتين بسم الله. كنتين جاوب ده هاول الله سبحان الله مجد يوصل لهنا عنه عن الفائزة الأولى معانا اللي هي أسيتو محمد طالبين منها تلتحق يوم الخميس إن شاء الله تعالى مباني التلفزة الموريتانية هي تجبر جائزتها الساعة 11 إن شاء الله تعالى يوم الخميس. والفائزة الثانية حسينة بلال نفس الشيء جاوبتنا على السؤال كنا طارحين، وطالبين منها يوم الخميس الساعة 11 تجينا في مباني التلفزة الوطنية ياك تقبل جائزتها إن شاء الله تعالى. وطالبة من المشاهدات كاملات أنهم يتفاعلوا أكثر مع فقرتنا الأخيرة في البرنامج اللي هي فقرة التفاعل، ويجاوبوا أكثر ويتفاعلوا مع الأسئلة اللي نطرحها. رانا شاكرين مركز سيسترز بيوتي على حفول مقدمات البرنامج. سؤال فقرة التفاعل اليوم هو شنهي مكونات المقشر اللي فقرة جمالوكي؟
وصلنا لنهاية فقراتنا في حلقتنا اليوم. إن شاء الله تعودوا جميع الفقرات تابعتوها واستمتعتوا بها يا ربي. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله مع زميلتي عائشة بنت محمد فالي. لذلك الحين تقبلوا تحيانا جميعا والسلام عليكم.